الأخبار من الحدث. وفد إسرائيلي وآخر من الفصائل الفلسطينية في مصر قريبا، والأخيرة ترفض ربط ملف الأسرى بإعادة إعمار غزة. رئيس الحكومة الليبية يزور فرنسا اليوم، وأعمال ملتقى المصالحة الوطنية تنطلق في طرابلس. خلال لقائه المبعوث الأممي، زعيم ميليشيا الحوثي ينتقد دور الأمم المتحدة، وواشنطن تطالب بوقف الانتهاكات ضد اليمنيين. السلام عليكم ورحمة الله. يصل الوفد الأمني المصري صباح اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون بعد اجتماعات في تل أبيب ورام الله. ويأتي هذا فيما أفادت مصادر الحدث بأن إسرائيل قدمت لمصر ولرئيس استخباراتها دلائل على تورط إيران في التصعيد الأخير بقطاع غزة. هذا وقالت المصادر إن التوقعات تشير إلى حسم ملف صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس خلال أسابيع، وسط ضغوط مصرية على إسرائيل للقبول بأسماء الأسرى المقترح إطلاقهم. على أن تنفذ صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل على عدة مراحل. أضافت المصادر أن مصر لا تريد ربط صفقة الأسرى بملف إعادة إعمار غزة، مع وجود تحفظات مصرية على إنشاء هيئة مستقلة لإعادة إعمار غزة. كما قالت مصادر الحدث إن وفدا إسرائيليا سيصل إلى القاهرة خلال أيام لبحث المطالب الفلسطينية، إضافة لاجتماع للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية الأسبوع المقبل. مصر تعمل على خارطة طريق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تبدأ من تثبيت الهدنة وإعادة إعمار غزة وصولا لاستئناف عملية السلام المجمدة، والقاهرة تمارس دورها بقوة مرتكزة على دعم عربي وأمريكي لحل الدولتين. وزير خارجية إسرائيل وصل إلى القاهرة وبحث مع وزير خارجية مصر تفاصيل تثبيت الهدنة، واطلع على تصور مصر في الوقت الذي تتحرك الوفود الأمنية المصرية بين رام الله وغزة. خبراء يرون أن وجود وزير خارجية إسرائيل في القاهرة يعني أنها تتعاطى بإيجابية مع الدور المصري. في تعاطي إيجابي أيضا من جانب الإسرائيليين مع هذه الجهود المصرية، ده يؤكد على أن احنا في لحظة الجميع يريد هذا الدور المصري، يريد نجاح لهذا الدور المصري، سواء كان الطرفين المباشرين إسرائيليين وفلسطينيين أو حتى المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، الجميع الآن يدعم المبادرة المصرية حتى تنجح وتصل إلى بر الأمان. تتزامن المباحثات المصرية الإسرائيلية هنا في القاهرة مع مباحثات يجريها رئيس جهاز المخابرات المصرية مع أطراف فلسطينية وإسرائيلية بغية تعزيز الأوضاع الأمنية المساعدة على تهيئة الأجواء للخطوات القادمة. تفاصيلها مع خالد قاسم في الأراضي الفلسطينية. شكرا للزميل تامر نصرت. هنا تتواصل الجهود المصرية على كافة الصعد لبحث ملفات عدة، ليس أقلها ملف إعادة إعمار قطاع غزة وملف التهدئة. اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية التقى في إسرائيل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتثبيت التهدئة مع غزة، كما بحث معه ملف استعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة وإمكانية العودة للمفاوضات من أجل تسوية سياسية في المنطقة. أعتقد أن مصر ترمي بكل ثقلها بهذا الملف، يعني وهي الطرف الوحيد الذي كان قادرا على استكمال مسيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية من جهة، وعلى تحقيق التهدئة في قطاع غزة من جهة ثانية، وبالتالي هذان الملفان مترابطان أيضا مع إيجاد أفق سياسي. الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث مع الضيف المصري نفس الملفات، على أن ينتقل عباس كامل للقاءات مع قيادات الفصائل في غزة في محاولة مصرية للتوسط من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، ومن أجل التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد، إضافة إلى توجيه دعوة مصرية للفصائل من أجل إتمام ملف المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. من الأراضي الفلسطينية، خالد القاسم، الحدث.
في الملف الليبي يتوجه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة اليوم إلى باريس في زيارة عمل رسمية تستغرق يومين لبحث العديد من الملفات بين البلدين. وسوف يناقش دبيبة التعاون العسكري والأمني والاقتصادي وبشكل خاص في مجالي النفط والغاز. وخلال زيارته إلى الجزائر أمس، طلب دبيبة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المشاركة في المصالحة الوطنية، وذلك نظرا لأن الجزائر لم تتدخل في مشاكل ليبيا طيلة السنوات العشر الماضية. تم الاتفاق على التعاون في بعض المجالات، ومن أهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين وهو ضعيف جدا، وإن شاء الله نريد الكثير من التعاون في زيادة هذا التبادل. طلبنا من السيد الرئيس المشاركة في المصالحة الوطنية الليبية. دولة الجزائر مؤهلة أن تكون تقود أو تدعم المصالحة الليبية بحيث أنها لم تتدخل في كل مشكل الليبي في العشر سنوات الماضية. يعقد البرلمان التونسي اليوم جلسة عامة لمساءلة 6 وزراء في حكومة هشام المشيشي. وبحسب بيان لمجلس النواب، فإن الوزراء الذين سيخضعون للمساءلة هم وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الدينية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، إضافة إلى وزراء بالإنابة لكل من الشؤون المحلية والبيئية والسياحة والشؤون الثقافية وأملاك الدولة والشؤون العقارية. انتقال إلى الملف اليمني، حيث التقى المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيثس بزعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي في صنعاء. وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين أوضحت أن زعيم الميليشيات انتقد خلال لقائه بجريفيثس ما وصفه بدور الأمم المتحدة الضعيف. أشارت الوكالة إلى أن زعيم الميليشيات رفض ربط الملف الإنساني بملفات أخرى ذات طابع عسكري وسياسي، معتبرا أنها معادلة لا يمكن القبول بها على الإطلاق وفقا لتعبيره. طالبت الخارجية الأمريكية ميليشيات الحوثي بوقف انتهاكاتها ضد اليمنيين وإطلاق سراح المحتجزين في السجون لديها بشكل فوري. اعتبرت الخارجية الأمريكية أن لدى اليمن فرصة حقيقية للسلام وأنه يجب على الحوثيين استغلالها. أشارت الخارجية إلى أن الحوثيين يواصلون هجومهم في مأرب مع عواقب إنسانية مدمرة بدلا من اختيار السلام. أضافت أنه لا ينبغي أبدا تجريم ممارسة حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير. إضافة لمنعها مرارا استقبال بعثة أممية لفحص خزان صافر النفطي، عمدت ميليشيات الحوثي إلى زرع ألغام بحرية حول الخزان، الأمر الذي قد يتسبب بكارثة بيئية حقيقية في البحر الأحمر. ما زالت ميليشيات الحوثي تتجاهل كل التحذيرات الدولية من كارثة حقيقية قد يتسبب بها خزان صافر النفطي. ميليشيات الحوثي لم تكتفي بالتجاهل، فقد عمدت إلى زرع ألغام بحرية حول خزان النفط العائم والمتهالك أصلاً، مستخدمة إياه كورقة مساومة. وزير المياه والبيئة اليمني دعا المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي من أجل السماح بإجراء عمليات الصيانة اللازمة لخزان صافر الراس قبالة الشواطئ منذ العام 2015. خزان النفط صافر وصف مرارا وتكرارا بالقنبلة الموقوتة في كارثة بيئية متوقعة وغير مسبوقة، يرسو على بعد 7 كيلومترات من ميناء رأس عيسى و60 كيلومترا شمال ميناء الحديدة، وهي مناطق يسيطر عليها الحوثيون. الخزان المتهالك عالق منذ 2015 على متنه أكثر من 1,100,000 برميل من النفط الخام. مجلة فرونتيرز المتخصصة في عالم البحار نشرت خرائط أعدت وفق أحدث برامج المحاكاة للمسار المتوقع لانتشار بقعة النفط في حال غرق الخزان أو انفجاره أو حتى في حال حدوث تسرب لما يحمله من نفط. فكما نرى هنا انتشار بقعة
النفط يزيد بشدة خلال الشتاء مقارنة بالصيف بسبب قوة التيارات البحرية، وافتراضا فإنه خلال 30 يوما فقط ستنتشر البقعة بشكل يهدد 6 دول وحوالي 30 مليون إنسان، بمن فيهم 125 ألفا من صيادي السمك اليمنيين. التسرب قد يغلق ميناءي الحديدة والصليف ل6 أشهر، ما يؤثر على قدرة اليمن على استيراد 90% من الأغذية والمساعدات الأساسية. أهم الأخبار من الحدث. الوفد الأمني المصري يصل اليوم إلى قطاع غزة، واجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية يعقد قريبا في القاهرة وسط رفض مصري لربط صفقة الأسرى بملف إعادة إعمار غزة. رئيس الحكومة الليبية يتوجه اليوم إلى باريس في زيارة عمل رسمية يبحث خلالها العديد من ملفات التعاون العسكري والأمني والاقتصادي، وبشكل خاص في مجال النفط والغاز. أدبيبة يطالب الجزائر بالمشاركة في المصالحة الوطنية، ويؤكد أن عدم مشاركتها خلال السنوات العشر الأخيرة في الأزمة يؤهلها لقيادة المصالحة الليبية. المبعوث الأممي لليمن يلتقي زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، والأخير ينتقد ما وصفه بدور الأمم المتحدة الضعيف، ويرفض ربط الملف الإنساني بملفات أخرى ذات طابع عسكري وسياسي. وزير الإعلام اليمني يتهم ميليشيات الحوثي بمواصلة استدراج اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وتجنيدهم بالقوة، اعتبر ذلك جريمة حرب ترتكب ضد الإنسانية. مفوضية الانتخابات العراقية تستبعد 20 مرشحا للانتخابات المقبلة بسبب قضايا فساد، أبرزهم أحمد الجبوري أبو مازن محافظ صلاح الدين الأسبق ووزير الدولة لشؤون المحافظات في عام 2014. مفاوضات السلام السودانية بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال تستأنف اليوم أو تستأنف في جوبا، ووفد الحكومة سيرد على مسودة الاتفاق الإطاري. اكتمال الاستعدادات النهائية لختام التمرين العسكري السوداني المصري المشترك حماة النيل اليوم بمنطقة أم سيالة شمال غرب أم درمان السودانية. اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني ميليشيات الحوثي بالانقلاب على الاتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص خزان صافر النفطي. حوثية تستخدمه كسلاح بصرف النظر عن النتائج. معلومات تتحدث عن انفصال بين القيادات الحوثية. كثير الآن أصبحوا لم يعودوا تحت سيطرة عبد الملك الحوثي. الحوثي مستمرة في قصف منازل المواطنين. جماعة الحوثي تتلقى دعم هائل من قبل نظام الملل في إيران. تعيين تيموثي ليندر كينج مبعوثاً للولايات المتحدة لليمن، ماذا سيغير في الصورة؟ جريفيتس في طهران، تصريحات أمريكية واضح بأنها تدعو الحوثيين لوقف ما تقوم به من زعزعة للاستقرار في أي إطار نضع ذلك. الخطوة الأمريكية أعتقد أنها خطوة في اتجاه صحيح. الأرقام تشير إلى نحو 4000 انتهاك. ما الذي يمكن أن يفعل من أجل أن لا تتكرر هكذا انتهاكات؟ ترك مدينته المحروقة بلا وجهة، ركب البحر بحثاً عن الحياة، فغدرت أمواجه، ولم يخلص ذلك القارب الصغير، فمن الذي نجا؟ هذه قصة مئات الآلاف من السوريين. We'll be right back.
الأخبار من الحدث. بعد تل أبيب ورام الله، الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة وسط رفض القاهرة لربط ملف الأسرى بإعادة إعمار غزة. رئيس الحكومة الليبية يزور فرنسا اليوم، وأعمال ملتقى المصالحة الوطنية تنطلق في طرابلس. خلال لقائه المبعوث الأممي، زعيم ميليشيا الحوثي ينتقد دور الأمم المتحدة، وواشنطن تطالب بوقف الانتهاكات ضد اليمنيين. حياكم الله. يصل الوفد الأمني المصري صباح اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون بعد اجتماعات مكثفة في تل أبيب ورام الله. ويأتي هذا فيما أفادت مصادر الحدث بأن إسرائيل قدمت لمصر ولرئيس استخباراتها دلائل على تورط إيران في التصعيد الأخير بقطاع غزة. هذا وقالت المصادر إن التوقعات تشير إلى حسم ملف صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس خلال أسابيع، وسط ضغوط مصرية على إسرائيل للقبول بأسماء الأسرى المقترح إطلاقهما، على أن تنفذ صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل على عدة مراحل. أضافت المصادر أن مصر لا تريد ربط صفقة الأسرى بملف إعادة إعمار غزة، مع وجود تحفظات مصرية على إنشاء هيئة مستقلة لإعادة إعمار القطاع. كما قالت مصادر الحدث إن وفدا إسرائيليا سيصل إلى القاهرة خلال أيام لبحث المطالب الفلسطينية، إضافة لاجتماع للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية الأسبوع المقبل. من جهتها، أكدت حركة حماس أن ملف تبادل الأسرى ليس له علاقة بإعادة إعمار غزة. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مسؤولين في الحركة أن إسرائيل يجب أن تدفع ثمنا تطلبه حماس مقابل الإفراج عن جنودها. مصر تعمل على خارطة طريق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تبدأ من تثبيت الهدنة وإعادة إعمار غزة وصولا لاستئناف عملية السلام المجمدة، والقاهرة تمارس دورها بقوة مرتكزة على دعم عربي وأمريكي لحل الدولتين. وزير خارجية إسرائيل وصل إلى القاهرة وبحث مع وزير خارجية مصر تفاصيل تثبيت الهدنة، واطلع على تصور مصر في الوقت الذي تتحرك الوفود الأمنية المصرية بين رام الله وغزة. خبراء يرون أن وجود وزير خارجية إسرائيل في القاهرة يعني أنها تتعاطى بإيجابية مع الدور المصري. في تعاطي إيجابي أيضا من جانب الإسرائيليين مع هذه الجهود المصرية. ده يؤكد على أن احنا في لحظة الجميع يريد هذا الدور المصري، يريد نجاح لهذا الدور المصري، سواء كان الطرفين المباشرين إسرائيليين وفلسطينيين أو حتى المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. الجميع الآن يدعم المبادرة المصرية حتى تنجح وتصل إلى بر الأمان. تتزامن المباحثات المصرية الإسرائيلية هنا في القاهرة مع مباحثات يجريها رئيس جهاز المخابرات المصرية مع أطراف فلسطينية وإسرائيلية بغية تعزيز الأوضاع الأمنية المساعدة على تهيئة الأجواء للخطوات القادمة. تفاصيلها مع خالد قاسم في الأراضي الفلسطينية. شكرا للزميل تامر نصرت. هنا تتواصل الجهود المصرية على كافة الصعد لبحث ملفات عدة، ليس أقلها ملف إعادة إعمار قطاع غزة وملف التهدئة. اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية التقى في إسرائيل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتثبيت التهدئة مع غزة، كما بحث معه ملف استعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة وإمكانية العودة للمفاوضات من أجل تسوية سياسية في المنطقة. أعتقد أن مصر ترمي بكل ثقلها بهذا الملف، يعني وهي الطرف الوحيد الذي كان قادرا على استكمال مسيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية من جهة، وعلى تحقيق التهدئة في قطاع غزة من جهة ثانية، وبالتالي هذان الملفان مترابطان أيضا مع إيجاد أفق سياسي. الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث مع الضيف المصري نفس الملفات على أن ينتقل عباس كامل للقاءات مع قيادات الفصائل في غزة في محاولة مصرية للتوسط من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية،
ومن أجل التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد، إضافة إلى توجيه دعوة مصرية للفصائل من أجل إتمام ملف المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. من الأراضي الفلسطينية، خالد القاسم، الحدث. أعلنت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث أن الولايات المتحدة تطلع إلى مزيد من التعاون أو تتطلع لتعاون مع مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدة للقطاع. وأشارت إلى أن واشنطن سوف توفر 360 مليون دولار للشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومنظمات أخرى. أضافت أيضا أن الولايات المتحدة تتبع الطرق الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة بشكل منصف لكل الأطراف. وبشأن ليبيا، فقد لفتت إلى أن واشنطن تسعى إلى إخراج المرتزقة من ليبيا وتهيئة الأجواء الصحيحة لإجراء الانتخابات. في سياق آخر، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة يمينية قال إنها سوف تكون مفيدة لإسرائيل. واتهم نتنياهو زعيم حزب يمين نفتالي بنت بالكذب وتضليل الإسرائيليين. سمعت نفتالي بنت لسوء الحظ يضلل الجمهور مرة أخرى بنفس الأكاذيب ونفس الشعارات الفارغة عن الكراهية والانقسام، شعارات تأتي من شخص يمد يد الكراهية والانقسام. أقول لكم الحقيقة الليلة، بدلا من تشكيل حكومة يسارية تشكل خطورة على دولة إسرائيل فور انتهاء تفويض لابيد، من الممكن تشكيل حكومة يمينية تكون جيدة لدولة إسرائيل. انتقال إلى الملف الليبي، حيث يتوجه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة اليوم إلى باريس في زيارة عمل رسمية تستغرق يومين لبحث العديد من الملفات بين البلدين، وسوف يناقش التعاون العسكري والأمنية والاقتصادية وبشكل خاص في مجالي النفط والغاز. وذلك خلال زيارته إلى الجزائر أمس، حيث طلب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المشاركة في المصالحة الوطنية، نظرا لأن الجزائر لم تتدخل في مشاكل ليبيا طيلة السنوات العشر الماضية. بعد الدعم السياسي والأمني الجزائري لليبيا على مدار سنوات أزمتها، ولأنها تمسكت بالحياد في تعاملها مع الملف على حد تعبير رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، فإنها حسبه مؤهلة لقيادة المصالحة الليبية الليبية. طلبنا من السيد الرئيس المشاركة في المصالحة الوطنية الليبية. دولة الجزائر مؤهلة أن تكون تقود أو تدعم المصالحة الليبية الليبية. الوفد الليبي بحث أيضا مع السلطات الجزائرية رفع مستوى التعاون بين البلدين الذي وصفه دبيبة بالضعيف، فيما وعدت الجزائر بتذليل ما تبقى من العقبات لرفعه إلى نحو 3 مليارات دولار سنويا. إعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب، كما يعكف الجانبان الجزائري والليبي على استكمال المحادثات النهائية، أقول النهائية، لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة. نحن ندعو رجال الأعمال الجزائريين والشركات الجزائرية بالتعاون مع رجال الأعمال الليبيين وأيضا الشركات الليبية لكي يكون هناك حراك تجاري واقتصادي بين البلدين. إعادة إحياء التعاون الاقتصادي المتعثر منذ أعوام بسبب الاضطراب الأمني في المنطقة شكل محور المشاورات التي جمعت المسؤولين الجزائريين بنظرائهم الليبيين، مشاورات ثنائية ببعد مغاربي، خصوصا وأنها تزامنت مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى تونس. تفاصيلها مع الزميل وليد عبد الله. شكرا عبد القادر. بالفعل بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع السفير الأمريكي ملف الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية، ومع نظيره التونسي مجالات التعاون بين البلدين سعيا لاستقرار الأوضاع وعودة الحركة الاقتصادية بينهما. في أول زيارة له إلى تونس، شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على أهمية التعاون الأمني بين البلدين خلال الفترة الانتقالية، فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على وقوف بلاده إلى جانب ليبيا في إعادة بناء مؤسساتها. واتفق الرئيسان على إعادة بناء علاقات التعاون في مختلف المجالات بين البلدين وفق مقاربة جديدة. كانت فرصة في هذا اللقاء لأجدده لفخامة الرئيس وقوف الشعب التونسي إلى جانبه
أشقائه في ليبيا. كما تناولنا مجال التعاون الثنائي في عدة مجالات منها الاقتصادي وكذلك الأمني وما يخص المجال العمل. رئيس المجلس الرئاسي الليبي ناقش أيضا مع السفير الأمريكي في ليبيا مجموعة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسة العسكرية وملف المصالحة وإخراج المقاتلين الأجانب. الملف الأمني هو أحد الملفات العالقة والأساسية في هذه العلاقة، خاصة والجميع يعلم أن مناطق الغرب الليبي هي خزان كانت وما زال فيها للأسف بعض الجماعات المتطرفة والإرهابية والميليشيات التي تحاول ضرب استقرار ليبيا وإفشال عمل الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي. وليد عبد الله، الحدث، تونس. تنطلق اليوم في العاصمة طرابلس ملتقيات المصالحة الوطنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي، وتهدف لإنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد، وأيضا لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة مساء أمس، قالت إن الملتقيات سوف تستمر شهرا كاملا، وسوف يقدم خلالها الليبيون من كافة الأطياف والمكونات الاجتماعية آراءهم حول طريقة إنجاز مشروع المصالحة، إضافة لتصوراتهم لهيكلة المفوضية التي سوف تشرف عليها، وذلك خلال اجتماعات مباشرة في كل المدن الليبية. عبر رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح عن قلقه من احتمال تأخر الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب الأجواء السياسية الحالية، وأكد لصحيفة الشرق الأوسط أهمية التوافق بين الأفرقاء السياسيين حول العملية الانتخابية، موضحا أن المفوضية ليس لها علاقة بمن يترشح، لكنها معنية بتوفر شروط الترشح التي تتوافق مع قانون الانتخابات. وأرجع السائح عدم التمكن من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده إلى اختلاف وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين حول آلياتها. يعقد البرلمان التونسي اليوم جلسة عامة لمساءلة 6 وزراء في حكومة هشام المشيشي، وبحسب بيان لمجلس النواب فإن الوزراء الذين سيخضعون للمساءلة هم وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الدينية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، إضافة إلى وزراء بالإنابة لكل من الشؤون المحلية والبيئة والسياحة والشؤون الثقافية وأملاك الدولة والشؤون العقارية. في العراق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية استبعاد 20 مرشحا للانتخابات المقبلة بسبب قضايا فساد، أبرزهم أحمد الجبوري أبو مازن محافظ صلاح الدين الأسبق ووزير الدولة لشؤون المحافظات في عام 2014. وأعلنت المفوضية السماح للأحزاب السياسية والتحالفات باستبدال مرشحيها المستبعدين خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، موضحة أن القرار قابل للطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال 3 أيام من اليوم التالي لنشره. حذر وزير الدفاع العراقي من تكرار مشهد الاستعراض العسكري للحشد الشعبي وسط بغداد بعد اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار، وقال الوزير إن قرار التوقيف وإن كان خاطئا إلا أن سكوت الدولة ليس ضعفا بل إنه تغليب للمصلحة العليا للعراق. تأمين المنطقة الخضراء وبسط الأمن فيها دفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للأمر بتحريك اللواء الأول قوات خاصة إلى المنطقة الخضراء ومحيطها لتنفيذ الأمر على الأرض. أعقب ذلك لقاء لوزير الدفاع جمعة عناد مع إذاعة محلية، حذر فيه ميليشيات الحشد من أن الدولة ليست عاجزة بل هي تغلب مصلحة العراق كي لا يتطور الوضع إلى ما لا تحمد عقباه. كما وجه عناد انتقادات للحشد وقال إن 40 عجلة غير مدرعة تحمل مجموعة أفراد لن تستطيع الوقوف أمام جيش دولة على حد قوله. وفي سياق الانتقادات قال الوزير إن قوات الجيش حررت العراق من داعش بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية، وأن قوات الحشد ساهمت فقط بتسريع التحرير ولم تكن الطرف الأبرز.
ووصف وزير الدفاع العراقي عملية اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار بأنها خاطئة، وهي العملية التي أشعلت غضب الميليشيات وقامت بعدها بالانتشار على مداخل المنطقة الخضراء. وحذر الوزير ميليشيات الحشد من إعادة الانتشار في المنطقة الخضراء، وهو ما أدى لإغلاقها بالكامل نهاية الأسبوع الماضي. في الملف الإيراني، وبعد إبعاده عن خوض الانتخابات الرئاسية، كشف الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد عن بعض الأسرار المتعلقة بسرقة وثائق البرنامج الفضائي الإيراني والخسائر الناجمة عن الهجوم الذي تعرض له مفاعل نطنز النووي في 11 إبريل الماضي. ضجة كبرى أثارها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدينژاد في مقابلة نشرها موقع بهارة التابع له بعد رفض أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابلة كشف فيها أحمدينژاد لأول مرة سرقة وثائق تتعلق بالبرنامج الفضائي الإيراني، وأن الهجوم الذي تعرض له مفاعل نطنز في 11 أبريل الماضي ترك خسائر بلغت 10 مليارات دولار. أين ذكر في الدستور ينبغي التنصت على النشطاء السياسيين؟ لماذا نصبوا الكاميرات أمام بيتي؟ العصابة الأمنية تقوم بتغيير مواقع التهديدات. أيتها العصابة الأمنية، أيها الجهاز الأمني، انصبوا الكاميرات في منشأة نطنز لكي لا يأتوا ويفجروا ويلحقوا أكثر من 10 مليارات دولار بالشعب. عليكم أن تنصبوا الكاميرات في تركوز أباد حتى لا يأتوا فيسرقوا الوثائق الحساسة. يجب أن تركبوا الكاميرات في المنظمة الفضائية حتى لا يفتحوا السقف فيسرقوا وثائق البلد. تصريحات أحمدينژاد بشأن سرقة وثائق البرنامج الفضائي الإيراني لم تكن الأولى، حيث أقر في وقت سابق أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي بسرقة وثائق نووية من منشأة تركوز أباد بالقرب من العاصمة طهران. لقد تلوث البلد من الناحية الأمنية بشكل واسع. خلال أقل من سنة وقعت 3 أحداث أمنية، انفجاران واغتيال. لقد نفذوا مهماتهم بنجاح وانسحبوا. قبل ذلك فقد تم سرقة وثائقنا النووية السرية للغاية. تصريحات المسؤولين الإيرانيين وتسلسل الأحداث التي تعرضت لها المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية في السنوات الأخيرة تكشف توغل الاستخبارات الأجنبية خاصة الإسرائيلية في عمق المؤسسات الإيرانية. قبل 1.5 عام كشفت النقاب عن الأرشيف النووي السري الذي جلبه الموساد من طهران، وقبل 1 عام بالتحديد كشفت في الأمم المتحدة النقاب عن المستودع النووي السري في تركوز أباد بطهران. تصريحات أحمدينژاد وتأكيدات مسؤولين آخرين كشفت حجم الاختراق الإسرائيلي للدوائر العميقة في إيران وحجم الخسائر التي تكبدتها طهران في منشآتها النووية مؤخراً، على عكس النفي الرسمي الإيراني من أنها عمليات محدودة لم تتسبب بخسائر كبيرة. أعلن سعيد دهقان محامي بنجامين بريبر المحتجز في إيران منذ مايو 2020 أن موكله سوف يحاكم بتهمة التجسس والدعاية ضد النظام السياسي في البلاد. فمن هو هذا الموقوف؟ في الملف اليمني، التقى المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيثس زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي في صنعاء،
وكالة أنباء سبأ تابعة للحوثيين أوضحت أن زعيم الميليشيات انتقد خلال لقائه بجريفيثس ما وصفه بدور الأمم المتحدة الضعيف، وأشارت الوكالة إلى أن زعيم الميليشيات رفض ربط الملف الإنساني بملفات أخرى ذات طابع عسكري وسياسي، معتبرا أنها معادلة لا يمكن القبول بها على الإطلاق وفق تعبيره. طالبت الخارجية الأمريكية ميليشيات الحوثي بوقف انتهاكاتها ضد اليمنيين وإطلاق سراح المحتجزين في السجون لديها فورا. اعتبرت الخارجية الأمريكية أن لدى اليمن فرصة حقيقية للسلام، وقالت إنه يجب على الحوثيين استغلالها. وأشارت إلى الخارجية إلى أن الحوثيين يواصلون هجومهم في مأرب بعد عواقب إنسانية مدمرة بدلا من اختيار السلام، وأضافت أنه لا ينبغي أبدا تجريم ممارسة حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير. قصفت مدفعية القوات المشتركة اليمنية مواقع وتحصيلات الميليشيات الحوثية الانقلابية في مثلث البارح بالساحل الغربي. مصدر عسكري أكد أن القصف أسفر عن تدمير طقم حوثي ومصرع جميع من كانوا على متنه. مدفعية اللواء 22 مشياة تدك مواقع العدو في مفرق البرح، والله الحمد. اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيات الحوثي بمواصلة استدراج اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وتجنيدهم بالقوة، وقال إن إقرار الحوثيين بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة جريمة حرب ترتكب ضد الإنسانية. تداول ناشطون يمنيون مقطع فيديو من داخل مركز صيفي للميليشيات الحوثية، حيث أظهر المقطع قيام قادة الميليشيات الحوثية بتعبئة الأطفال بالأفكار الطائفية والأجندات الحوثية والإيرانية. عبد أسعد الذي هو يقوم أيضا بتدريس اللغة العربية وحلو النحو والبلاغة وغيرها من أيضا ملازم الذي ستكون من سيدي عبد الملك رضوان الله عليه. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت تكبيرا والموت تسريع، أن يعني أن يصل السلام، لبيك يا رسول الله، لبيك. إضافة لمنعها مراراً استقبال بعثة أممية لفحص خزان صافر النفطي، عمدت ميليشيات الحوثي إلى زرع ألغام بحرية حول الخزان، الأمر الذي قد يتسبب بكارثة بيئية حقيقية في البحر الأحمر. ما زالت ميليشيات الحوثي تتجاهل كل التحذيرات الدولية من كارثة حقيقية قد يتسبب بها خزان صافر النفطي. ميليشيات الحوثي لم تكتفي بالتجاهل، فقد عمدت إلى زرع ألغام بحرية حول خزان النفط العائم والمتهالك أصلاً، مستخدمة إياه كورقة مساومة. وزير المياه والبيئة اليمني دعا المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي من أجل السماح بإجراء عمليات الصيانة اللازمة لخزان صافر الراس قبالة الشواطئ منذ العام 2015. خزان النفط صافر وصف مراراً وتكراراً بالقنبلة الموقوتة في كارثة بيئية متوقعة وغير مسبوقة، يرسو على بعد 7 كيلومترات من ميناء رأس عيسى و60 كيلومتراً شمال ميناء الحديدة، وهي مناطق يسيطر عليها الحوثيون. الخزان المتهالك عالق منذ 2015 على متنه أكثر من 1,100,000 برميل من النفط الخام. مجلة فرونتيرز المتخصصة في عالم البحار نشرت خرائط أعدت وفق أحدث برامج المحاكاة للمسار المتوقع لانتشار بقعة النفط في حال غرق الخزان أو انفجاره أو حتى في حال حدوث تسرب لما يحمله من نفط. فكما نرى هنا، انتشار بقعة النفط يزيد بشدة خلال الشتاء مقارنة بالصيف بسبب قوة التيارات البحرية، وافتراضا فإنه خلال 30 يوما فقط ستنتشر البقعة بشكل يهدد 6 دول وحوالي 30 مليون إنسان، بمن فيهم 125,000 من صيادي السمك اليمنيين. التسرب قد يغلق ميناءي الحديدة والصليف ل6 أشهر، ما يؤثر على قدرة اليمن على استيراد 90% من الأغذية والمساعدات الأساسية.
في السودان تستأنف اليوم في جوبا جلسة المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، وفق ما أعلن خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض. يوسف أضاف أن الوفد الحكومي سوف يسلم خلال الجلسة رده على مسودة الاتفاق الإطاري عبر الوساطة للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. في تطورات جائحة كورونا، أعلن رئيس جنوب إفريقيا العودة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الوباء في ضوء خطر انتشار الموجة الثالثة من الفيروس. وقد حذر الرئيس من انتشار الفيروس في جنوب إفريقيا بشكل كامل بعد أن ضرب الوباء 4 من محافظات البلاد 9. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه على مجموعة الدول 7 التوافق على خطة لأجل عملية تلقيح شاملة في العالم ضد فيروس كورونا بحلول العام 2022. What we want the G7 to try to agree is that instead of vaccinating the whole world by 2024 or 2025, which is the current, you know, what we'd achieve on the current timetable, we need to get this done by the end of next year, by 2022. What we need, I think, is a global treaty on pandemic preparedness. And to go back to the question the excellent question you were asking about the origins of the disease, we need zoonotic research hubs. We need to know where the new zoonotic diseases might be arising. We need to have a global network of surveillance for pandemics. We need to have rules so that there can be no interruptions of supplies across borders, so that we have secure supply chains for the things that we depend on in future. And clearly, we need to have agreements on issues such as vaccine passports, COVID status certification, and the rest. الأخبار من الحدث. بعد تل أبيب ورام الله، الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة وسط رفض القاهرة لربط ملف الأسرى بإعادة الإعمار. رئيس الحكومة الليبية يزور فرنسا اليوم، وأعمال ملتقى المصالحة الوطنية تنطلق في طرابلس. خلال لقائه المبعوث الأممي، زعيم ميليشيا الحوثي ينتقد دور الأمم المتحدة، وواشنطن تطالب بوقف الانتهاكات ضد اليمنيين. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وزوروا موقعنا الحدث.net. في أمان الله. الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل 24 ساعة، أصبحنا الحدث.
الأخبار من الحدث. وفد إسرائيلي وآخر من الفصائل الفلسطينية في مصر قريبا، والأخيرة ترفض ربط ملف الأسرى بإعادة إعمار غزة. رئيس الحكومة الليبية يزور فرنسا اليوم، وأعمال ملتقى المصالحة الوطنية تنطلق في طرابلس. خلال لقائه المبعوث الأممي، زعيم ميليشيا الحوثي ينتقد دور الأمم المتحدة، وواشنطن تطالب بوقف الانتهاكات ضد اليمنيين. السلام عليكم ورحمة الله. يصل الوفد الأمني المصري صباح اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون بعد اجتماعات في تل أبيب ورام الله. ويأتي هذا فيما أفادت مصادر الحدث بأن إسرائيل قدمت لمصر ولرئيس استخباراتها دلائل على تورط إيران في التصعيد الأخير بقطاع غزة. هذا وقالت المصادر إن التوقعات تشير إلى حسم ملف صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس خلال أسابيع، وسط ضغوط مصرية على إسرائيل للقبول بأسماء الأسرى المقترح إطلاقهم، على أن تنفذ صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل على عدة مراحل. أضافت المصادر أن مصر لا تريد ربط صفقة الأسرى بملف إعادة إعمار غزة، مع وجود تحفظات مصرية على إنشاء هيئة مستقلة لإعادة إعمار غزة. كما قالت مصادر الحدث إن وفدا إسرائيليا سيصل إلى القاهرة خلال أيام لبحث المطالب الفلسطينية، إضافة لاجتماع للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية الأسبوع المقبل. مصر تعمل على خارطة طريق بين الفلسطينيين والإسرائيليين تبدأ من تثبيت الهدنة وإعادة إعمار غزة وصولا لاستئناف عملية السلام المجمدة، والقاهرة تمارس دورها بقوة مرتكزة على دعم عربي وأمريكي لحل الدولتين. وزير خارجية إسرائيل وصل إلى القاهرة وبحث مع وزير خارجية مصر تفاصيل تثبيت الهدنة، واطلع على تصور مصر في الوقت الذي تتحرك الوفود الأمنية المصرية بين رام الله وغزة. خبراء يرون أن وجود وزير خارجية إسرائيل في القاهرة يعني أنها تتعاطى بإيجابية مع الدور المصري. في تعاطي إيجابي أيضا من جانب الإسرائيليين مع هذه الجهود المصرية، ده يؤكد على أن احنا في لحظة الجميع يريد هذا الدور المصري، يريد نجاح لهذا الدور المصري، سواء كان الطرفين المباشرين إسرائيليين وفلسطينيين أو حتى المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، الجميع الآن يدعم المبادرة المصرية حتى تنجح وتصل إلى بر الأمان. تتزامن المباحثات المصرية الإسرائيلية هنا في القاهرة مع مباحثات يجريها رئيس جهاز المخابرات المصرية مع أطراف فلسطينية وإسرائيلية بغية تعزيز الأوضاع الأمنية المساعدة على تهيئة الأجواء للخطوات القادمة. تفاصيلها مع خالد قاسم في الأراضي الفلسطينية. شكرا للزميل تامر نصرت. هنا تتواصل الجهود المصرية على كافة الصعد لبحث ملفات عدة، ليس أقلها ملف إعادة إعمار قطاع غزة وملف التهدئة. اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية التقى في إسرائيل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتثبيت التهدئة مع غزة، كما بحث معه ملف استعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة وإمكانية العودة للمفاوضات من أجل تسوية سياسية في المنطقة. أعتقد أن مصر ترمي بكل ثقلها بهذا الملف، يعني وهي الطرف الوحيد الذي كان قادرا على استكمال مسيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية من جهة، وعلى تحقيق التهدئة في قطاع غزة من جهة ثانية، وبالتالي هذان الملفان مترابطان أيضا مع إيجاد أفق سياسي. الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث مع الضيف المصري نفس الملفات على أن ينتقل عباس كامل للقاءات مع قيادات الفصائل في غزة في محاولة مصرية للتوسط من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، ومن أجل التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد، إضافة إلى توجيه دعوة مصرية للفصائل من أجل إتمام ملف المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. من الأراضي الفلسطينية، خالد القاسم، الحدث.
في الملف الليبي يتوجه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة اليوم إلى باريس في زيارة عمل رسمية تستغرق يومين لبحث العديد من الملفات بين البلدين. وسوف يناقش دبيبة التعاون العسكري والأمنية والاقتصادية وبشكل خاص في مجالي النفط والغاز. وخلال زيارته إلى الجزائر أمس، طلب دبيبة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المشاركة في المصالحة الوطنية، وذلك نظرا لأن الجزائر لم تتدخل في مشاكل ليبيا طيلة السنوات العشر الماضية. تم الاتفاق على التعاون في بعض المجالات، ومن أهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين وهو ضعيف جدا، وإن شاء الله نريد الكثير من التعاون في زيادة هذا التبادل. طلبنا من السيد الرئيس المشاركة في المصالحة الوطنية الليبية. دولة الجزائر مؤهلة أن تكون تقود أو تدعم المصالحة الليبية، بحيث أنها لم تتدخل في كل مشكل الليبي في العشر سنوات الماضية. يعقد البرلمان التونسي اليوم جلسة عامة لمساءلة 6 وزراء في حكومة هشام المشيشي. وبحسب بيان لمجلس النواب، فإن الوزراء الذين سيخضعون للمساءلة هم وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الدينية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، إضافة إلى وزراء بالإنابة لكل من الشؤون المحلية والبيئية والسياحة والشؤون الثقافية وأملاك الدولة والشؤون العقارية. انتقال إلى الملف اليمني، حيث التقى المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيثس بزعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي في صنعاء. وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين أوضحت أن زعيم الميليشيات انتقد خلال لقائه بجريفيثس ما وصفه بدور الأمم المتحدة الضعيف. أشارت الوكالة إلى أن زعيم الميليشيات رفض ربط الملف الإنساني بملفات أخرى ذات طابع عسكري وسياسي، معتبرا أنها معادلة لا يمكن القبول بها على الإطلاق وفقا لتعبيره. طالبت الخارجية الأمريكية ميليشيات الحوثي بوقف انتهاكاتها ضد اليمنيين وإطلاق سراح المحتجزين في السجون لديها بشكل فوري. اعتبرت الخارجية الأمريكية أن لدى اليمن فرصة حقيقية للسلام وأنه يجب على الحوثيين استغلالها. أشارت الخارجية إلى أن الحوثيين يواصلون هجومهم في مأرب مع عواقب إنسانية مدمرة بدلا من اختيار السلام. أضافت أنه لا ينبغي أبدا تجريم ممارسة حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير. إضافة لمنعها مرارا استقبال بعثة أممية لفحص خزان صافر النفطي، عمدت ميليشيات الحوثي إلى زرع ألغام بحرية حول الخزان، الأمر الذي قد يتسبب بكارثة بيئية حقيقية في البحر الأحمر. ما زالت ميليشيات الحوثي تتجاهل كل التحذيرات الدولية من كارثة حقيقية قد يتسبب بها خزان صافر النفطي. ميليشيات الحوثي لم تكتفي بالتجاهل، فقد عمدت إلى زرع ألغام بحرية حول خزان النفط العائم والمتهالك أصلا، مستخدمة إياه كورقة مساومة. وزير المياه والبيئة اليمني دعا المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي من أجل السماح بإجراء عمليات الصيانة اللازمة لخزان صافر الراس قبالة الشواطئ منذ العام 2015. خزان النفط صافر وصف مرارا وتكرارا بالقنبلة الموقوتة في كارثة بيئية متوقعة وغير مسبوقة، يرسو على بعد 7 كيلومترات من ميناء رأس عيسى و60 كيلومترا شمال ميناء الحديدة، وهي مناطق يسيطر عليها الحوثيون. الخزان المتهالك عالق منذ 2015 على متنه أكثر من 1,100,000 برميل من النفط الخام. مجلة فرونتيرز المتخصصة في عالم البحار نشرت خرائط أعدت وفق أحدث برامج المحاكاة للمسار المتوقع لانتشار بقعة النفط في حال غرق الخزان أو انفجاره أو حتى في حال حدوث تسرب لما يحمله من نفط. فكما نرى هنا انتشار بقعة
النفط يزيد بشدة خلال الشتاء مقارنة بالصيف بسبب قوة التيارات البحرية، وافتراضا فإنه خلال 30 يوما فقط ستنتشر البقعة بشكل يهدد 6 دول وحوالي 30 مليون إنسان، بمن فيهم 125,000 من صيادي السمك اليمنيين. التسرب قد يغلق ميناءي الحديدة والصليف ل6 أشهر، ما يؤثر على قدرة اليمن على استيراد 90% من الأغذية والمساعدات الأساسية. أهم الأخبار من الحدث. الوفد الأمني المصري يصل اليوم إلى قطاع غزة، واجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية يعقد قريبا في القاهرة وسط رفض مصري لربط صفقة الأسرى بملف إعادة إعمار غزة. رئيس الحكومة الليبية يتوجه اليوم إلى باريس في زيارة عمل رسمية يبحث خلالها العديد من ملفات التعاون العسكري والأمني والاقتصادي، وبشكل خاص في مجال النفط والغاز. أدبيبة يطالب الجزائر بالمشاركة في المصالحة الوطنية، ويؤكد أن عدم مشاركتها خلال السنوات العشر الأخيرة في الأزمة يؤهلها لقيادة المصالحة الليبية. المبعوث الأممي لليمن يلتقي زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، والأخير ينتقد ما وصفه بدور الأمم المتحدة الضعيف، ويرفض ربط الملف الإنساني بملفات أخرى ذات طابع عسكري وسياسي. وزير الإعلام اليمني يتهم ميليشيات الحوثي بمواصلة استدراج اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وتجنيدهم بالقوة، اعتبر ذلك جريمة حرب ترتكب ضد الإنسانية. مفوضية الانتخابات العراقية تستبعد 20 مرشحا للانتخابات المقبلة بسبب قضايا فساد، أبرزهم أحمد الجبوري أبو مازن محافظ صلاح الدين الأسبق ووزير الدولة لشؤون المحافظات في عام 2014. مفاوضات السلام السودانية بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال تستأنف اليوم أو تستأنف في جوبا، ووفد الحكومة سيرد على مسودة الاتفاق الإطاري. اكتمال الاستعدادات النهائية لختام التمرين العسكري السوداني المصري المشترك حماة النيل اليوم بمنطقة أم سيالة شمال غرب أم درمان السودانية.